وتعالوا بقى ننزل مقادير بودنج شوكولاته لطيف وسريع وحلو قوي. تقدروا تعملوه بالكاستر الجاهز، تقدروا تعملوه بالكاسترد اللي جوه البيت اللي بيبقى فيه داخله البيض اللي اتفقنا عليه للفايده بس، مش عشان حاجه، بس عشان الولاد تستفيد ان هم بياكلوا حاجه يعني مفيده. خلينا نقول مقاديره وبعدين نشوف هنعمل ايه. بسم الله. عندي البودنج الشوكولاته 3 كوبايات من اللبن، 3 كوبايات اللي هم مج الشاي الشفاف اللطيف. ايه ده؟ طيب خدوا قلبوا هناك. عندنا 250 جرام شوكولاته، 3 معالق كبار من النشا، 2 صفار بيضه، 3 كوبايه سكر، كريمه مخفوقه وشوكولاته مبشوره. طبعا نقدر نستخدم مكان الشوكولاته المبشوره، هي الشوكولاته المبشوره دي شوكولاته خام، نقدر نستخدم مكانها كاكاو خام، لكن في النهايه اللي موجود عندنا هنستخدمه. يعني الشوكولاته الخام مهمه جدا ويكون طعمها بس حلو الاولاد بيتقبلوه. في انواع كتير، النوع النشا زي ما اتفقنا، بيض ولبن. انا اول حاجه هعملها عايزه اخد بوله كده صغنونه، وهاخد واسك، وهاخد هنا اللبن على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط اللبن اول حاجه على النار. بسم الله. كده هاخد البيض هنا مع الفانيليا. تعال اعملها لي جارنش بس حلو كده يا حماده. خضار، فلفل، حركات، نقلب بس كده، بحط مع شويه سكر، نقلب. حد بس تفتحها شويه كده الدرجه بتاعتها. بقيه السكر هدوبه هنا في اللبن. كده اقلب كويس. ممكن بقى هنا احط شويه معلقتين النشا. خليها بقى زي ما هي كده، مش هعمل حاجه، برقني. هاخد شويه من اللبن ده هنا. بسم الله. بالراحه شويه. ادوب بس فيه شويه اللي باقيين دول اللي فيهم نشا والبيض مع السكر اللي حطيناه شويه صغيرين، وبقيه السكر دوبته في اللبن اللي فات. بس استفيد ان البيضه تاخد درجه حراره وتبدا تتعقم وفي نفس الوقت ما تستويش. هنقلها هناك وبعدين ده كده كاسترد عادي، هحط عليه الشوكولاته. ولو عندي كمان صوص شوكولاته، عندي كاكاو خام مع شوكولاته ماشي، اي حاجه حضراتكم تفضلوها او الولاد يبقوا مفضلين بيحبوا طعمها شغال جدا. انا هنا صوص شوكولاته ده احنا اللي كنا عاملينه لو تفتكروا حضراتكم، كان بالكاكاو الخام كده. في انواع كاكاو بتتباع بتبقى في منها خام وفي منها بيبقى ليه طعم معين بطعم الشوكولاتات المشهوره قوي اللي الولاد بيحبوا ياكلوها اصلا. لو عايزين تعملوا بودنج زي ده ويطلع زي بره بالظبط، جيبوا الطعم ده بالظبط، يعني حاجه من الحاجات دي. انا هكلف في علبه واحده هتقعد عندي تعمل لي اكتر من وصفه، بس في النهايه الولاد هياكلوه احلى من بره. يعني شوفوا انتوا بتشتروا العلبه الصغنونه اللي قد كده بكام، وعشان تجيبوا كذا واحده مثلا، فهنعمله في البيت. بصوا كميه كبيره تعمل كام علبه من الصغيره؟
وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي، مغذيه جدا، فيها بيض وفيها لبن وفيها شوكولاته خام اللي فيها نسبه الكاكاو 70%، فهي صحيه جدا للولاد اللي بيحبوا السويتس او الشوكولاتات. ما بتبقاش مقصره كمان على ان هم بياكلوا شوكولاتات وحلويات كتير. خلينا نبدل ده بحاجات تانية. بصوا بدا يتماسك ازاي ويمسك البودنج ده، جميل جدا، طعمه حلو. نقدر نعمل دبل كاسترد جاهز لو انتم عايزين تتفادوا الخطوه دي. كاستر العادي جاهز بطريقته، اول ما تبدا تعمل بقى البابلز دي خلاص استوت. خلاص هرفعها بقى من على النار، بعد اذنكم هرفعها ونبدا نصبها. بسم الله. اول ما تسقع وتبرد اعملها لهم بقى في كاسات صغنونه، قالب صغيره، اطباق صغنونه، وشكلوها وحط لهم عليها شوكليت او صوص او كريمه ويبنج كريم كده، هتبقى جميله جدا. انا هعمل ده في ممكن يبقى واحد كبير، ونقدر نعمله بالتبادل مع البسكوت كمان كده. ريحته حلوه قوي، الفانيليا مع الشوكولاته مع اهم حاجه النوع يكون كويس. هنزل بس شويه اللي باقيين دول عشان حرام اهو كده، حط بقى في التلاجة. نقدر نعمل البودنج ده تحتيه قطع من الشوكولاته او بسكوت متكسر، ونعمل منه ورقات كده مع التبادل مع الكريمه، مفيش مشكله. انا بس لازم اسيبه يهدى قوي، وبعدين ابدا اجمله بالكريم بالويبنج كريم او باي صوص عندكم انتوا حابين تجملوه، بكريز، بشوكولات شابس، باي حاجه.